السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. يا رب كل حاجة فينا بتريدك يا رب، كل ذرة في قلوبنا بتريدك انت يا رب. لسه يا جماعة، لسه في رحلة منايا وصلك، لسه بنيجي كل اسبوع بنهتف مع موكب الهتاف الى الله سبحانه وتعالى، عايزين نوصلك يا رب. سيدنا ابو ذر رضي الله عنه في غزوة تبوك كان راكب الحمار بتاعه والجيش سبقه، فالحمار بتاعه بدأ خلاص ما هوش قادر يكمل وهيتسبق ومش هيلحق النبي عليه الصلاة والسلام، وعايز يحقق مراد ربنا. كان قدامه قرار من اتنين، يا اما يرجع يبقى مش هيلحق الجيش، يا اما يسيب الحمار ويكمل. طب هيكمل ايه؟ انتوا عارفين القرار ده معناه ايه؟ انه هيمشي 1500 كيلو متر على رجليه، خلاص مفيش حد هيديله دبه من معاه، هيمشي 1500 كيلو متر على رجليه. وابو ذر ياخد القرار ويسيب الحمار ويطلع يجري ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يوصل لربنا. 1500 كيلو متر على رجليه عشان يوصل لربنا. الاثر الثاني اللي شدني اثر ابو مسلم الخولاني، لما كان يصلي قيام ليل 3 4 ساعات فرجليه خلاص ما عادش قادر يقف، يمسك كرباج ويضرب رجليه ويقول قومي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. قلت سبحان الله، ايه الرغبة الى الله دي؟ ايه الناس دي؟ ايه القلوب دي؟ بيقول لرجليه لو ما قلتيش قادرة تشيليني انا هكمل السكة ربنا زحف، لو رجليه ما عادتش قادرة تشيلني انا هكمل لك الطريق زحف يا رب، بس اوصل لك يا رب، اوصل لك يا رب. قرأت اثر من اعجب الاثار عن احد السلف انه كان يصلي في بيته، فلما سجد قامت حريقة في البيت، فالحريقة مسكت في جنب البيت، حريقة بحق وحقيقي، مش حريقة مش شوية نار في جانب وخلاص، حريقة والناس بتجري والناس بتطفي والناس بتنادي والناس مفزوعة والناس قاعدة تشد فيه وقاعدة تفوق فيه وقاعدة تقوم فيه، قوم قوم في حريقة في بيتك. مرضاش يقوم ابدا، والناس تهتف بيه ومرضاش يقوم لغاية ما الحريقة طفت. في الاثر انه لما اتم سجوده قام، كانت الحرارة طفت، فبيقولوا مالك انت بتعمل كده ليه؟ فقال شغلتني نار الاخرة عن نار الدنيا. يا اللي شغلتكم مشاكل الدنيا عن مشاكل الاخرة، يا اللي شغلتكم هموم الدنيا عن هموم الاخرة، يا اللي شغلتكم امتحانات الدنيا عن امتحانات الاخرة. خمس لجان امتحان، خمس امتحانات كل واحد فينا هيتعرض ليها. يا اللي بتترعبوا من امتحانات الدنيا او لما اولادكم يدخلوا امتحانات الدنيا قلوبكم تقف معاه كانكم انتوا اللي بتمتحنوا جوه اللجنة. يا جماعة خمس لجان كل واحد مننا هيدخل فيها، ولازم ننجح في اللجان الخمسة. في امتحانات الدنيا امتحان التحريري على الشفوي وعلى العملي، لو نجحت في المجموع خلاص، انما الاخرة لا. امتحان الصراط لو اتسقط فيه معناها نار، امتحان الميزان لو اتسقط فيه معناها نار، امتحان القبر لو اتسقط فيه معناها نار. خمس لجان. اللجنة الاولى لجنة القبر، امتحان في عقيدتك وعقيدتك. يا شباب يا اللي جوه قلوبكم شكوك ومش عايزين تقروا القرآن بتدبر وتمعن عشان قلوبكم تطهر تمام الطهارة، امتحان في العقيدة، من ربك ما دينك من نبيك. الامتحان الثاني امتحان الميزان، امتحان عملي، امتحان تحريري، هيتصحح كل كلامك اللي انت كتبته في صحيفة اجاباتك من حسنات وسيئات على كفتي الميزان. الميزان يعني ايه؟ تفكرين الميزان حاجة سهلة؟ الميزان يا جماعة مش زي كفتين الميزان بتوع الدنيا، ده الكفة بتاعت الحسنات دي لو اعمالك الصالحة كلها اتحطت فيها ممكن ما تبانش فيها. ميزان ضخم جدا. وميزان بيتوزن فيه ايه؟ بيتوزن فيه مش حاجة واحدة بس، بيتوزن عملك، بيتوزن جوارحك، بيتوزن قلبك، ساعتها تعرف انت وزنك ايه عند ربنا. يا ترى يا جماعة، يا ترى الدم اللي نزل من كتف ام عمرو وهي بتدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام في احد هيوزن قد ايه في كفه الحسنات؟ يا ترى يا جماعه ايد من ايدين جعفر اللي طارت وهو بيدافع عن الاسلام وماسك الرايه في مؤته هتوزن قد ايه في كفه الحسنات؟ يا ترى يا جماعه رجل من رجلين ابن مسعود اللي النبي قال اثقل في الميزان من جبل احد هتوزن قد ايه في الميزان؟ يا ترى يا جماعه ودن الصحابي اللي طارت في غزوه اليمامه دفاعا عن الاسلام هتوزن قد ايه في الميزان؟ يا ترى يا جماعه احنا نعمل ايه ساعتها؟ وهنروح فين ساعتها؟ الميزان، الامتحان الثاني، اللجنه الثالثه اللي كلنا هندخلها لجنه الصراط. ده مش امتحان تحليل، ده امتحان عملي. زي ما كنت ماشي على الصراط المستقيم في الدنيا هتمشي على الصراط بتاع الاخرة على قد سرعتك، على قد نور الايمان اللي في قلبك. امتحان خطير جدا، امتحان صعب جدا، امتحان مهول بكل ما تحمله كلمة الهول من معاني. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يتشل وهو واقف على الصراط،
فما استطاعوا مضيا ما عادش قادر يطلع قدام ولا يرجعون وما عادش قادر يرجع ورا. امال هيحصل ايه؟ هيقع في جهنم والعياذ بالله. اللجنه الرابعه لجنه في القبر برضو، بس مش لجنه العقيده، لجنه العمل. هتتسال عن عمل عملته وعمل عمل عملتيه. احد الاخوه في الحج شاف رؤيه ان ابوه جاي له يوم عرفه بيقول له انا النهارده فرغت من الحساب. اللي فزع هذا الاخ ان ابوه ميت من 30 سنه. واحد يقول يا نهار ابيض، انا ممكن اقعد في قبر اتحاسب 30 سنه على 30 سنه عشتهم في الدنيا. ممكن يا جماعه، ممكن والله يا جماعه. يا اخوانا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، مش ارجعني، ارجعون. صيغه جمع. عرفت الوقت ان ربنا عظيم، عرفت الوقت ان ربنا سبحانه وتعالى جليل، عرفت الوقت لعلي اعمل. انا عايز اشتغل يا رب، انا عايز ارجع اشتغل لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا تنفجر كالقنبله في وجهه، البرزخ الناري ده هتفضل فيه ليوم القيامه، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. انتوا متخيلين يا جماعه ماذا ستقول لربك غدا اذا نطقت اليدان وقالت يا رب عصاني بك، يا رب انا للحرام اخذت، ونطقت الرجلان وقالت يا رب انا للحرام مشيت، ونطقت العينان وقالت يا رب انا للحرام نظرت، ونطقت الأذنان وقالت يا رب أنا للحرام سمعت، ونطق اللسان وقال يا رب أنا بالحرام نطقت، ونطق القلب وقال يا رب أنا للحرام تمنيت ورغبت واشتهيت وسعيت. يا أخوانا هنعمل إيه ساعتها؟ أنا كنت عند والدتي والنور اتقطع في عز الصيف والدنيا نار. تخيل ضلمة بالليل، ضلمة وحر. ساعتها الواحد افتكر القبر، وافتكر هم أكبر مصيبتين في القبر والقيامة إيه؟ الضلمة والحر، الضلمة والحر النار. يا اخوانا كل ده حاجات ربنا بيذكرنا بيها. عايزين نفضل فاكرين الامتحانات الخطيره دي كلها. اللجنه الخامسه من اللجان اللي احنا هندخلها يقينا، كل لجنه من اللجان دي هندخلها، مش هقول لجنه شفوي بقى، لا، ده لجنه عرض على الله. مش لجنه دكتور ماده تخلي بيدخل على دكتور ماده بيبقى مرعوب، قال له افرض سالني سؤال ما اعرفوش، افرض سالني في باب ما اعرفوش، افرض طلع دكتور صعب من الدكاتره الصعبين اللي ما بيدوش درجات حلوه، هعمل ايه؟ انت داخل تعرض على الملك الجليل. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. الوجل اللي هو ايه؟ احساس ليله الامتحان للطالب هو مرعوب، يا ترى هيجي الاسئله اللي عرفها ولا لا؟ احساس ساعه دخول الامتحان والقعده على المكتب وساعة ما تتوزع الورق، يا ترى الاسئله سهله ولا لا؟ احساس ساعه دخول لجنه الشفا، ويا ترى هتسال اسئله عارفها ولا لا؟ احساس لما الامتحان بيقرب والطالب لسه ما ذاكرش وما استعدش او شايف نفسه مش مستعد. السيده عائشه سمعت الايه ديت، قالت للرسول يا رسول الله اولئك الذين يسرقون ويزنون، قال لا يا ابنه الصديق، اولئك الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ثم يخافون الا يتقبل منهم. في ناس خايفه من ربنا. ايوه يا جماعه، هقول لربنا ايه؟ هقول له ايه لما اعرض عليه؟ هقول له ايه لما اقف بين ايديه؟ هقول له ايه؟ ما اعرفش، انا ما اقدر، انا ما عنديش اجابه. هقول له ايه لو سالني سؤال انا ما عنديش اجابه ليه؟ لما يسالك لما جعلتني اهون الناظرين اليك، لما يسالك ويقول لك نعم اللي اديتها لك عصتني بها ليه؟ مش خايفين؟ مش خايفين ربنا يسالنا ويقول لنا القران اللي ما اتختمش من رمضان اللي فات ورمضان الجاي داخل ما ختمتوش ليه؟ مش خايفين ربنا يقول لنا التلت الاخير اللي كنت بتنزل لكم فيه اي حاجه كنت بتعملها في التلت الاخير اللي انك انت تقف تصلي بين ايديا ليه؟ مش خايفين ربنا يسالنا عن فقراء امه محمد اللي منهم ناس انتحروا الشهور اللي فاتوا واحنا مش حاسين وبنرمي اللحمه في الزباله؟ مش خايفين ربنا يسالنا عن احوال امه محمد واحنا لا بندعو الى الله ولا بننكر منكر؟ مش خايفين ربنا يسالنا عن قلوبنا اللي الايمان بيتهلهل فيها وبيتحلل فيها واحنا بنهتم بجزامنا اكتر ما بنهتم بقلوبنا؟ مش خايفين يا جماعه؟ اخوانا خشية الله، خشية الله الجليل، فين خشية الملك سبحانه وتعالى؟ اللجنة الخامسة لجنة العرض على الله. احد الناس لما ايقن ان هو ميت خلاص جمع اولاده قال لهم اذا انا مت هاتوا نار او قدوا نارا عظيمة حريقة كبيرة مش اي كلام، ثم القوني فيها حتى اذا اكلت لحمي ونفذت الى عظمي فامتحشت، خلاص بقيت حتة فحمة، خلاص انتهيت، فاطحنوني ثم انتظروا يوما ذا ريح فاذروني في اليم ارموني في البحر فلئن قدر علي ربي لا يعذبنني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. مين فينا حس الاحساس ده يا جماعة؟ ربنا سبحانه وتعالى امر البر جمع ما فيه، امر البحر جمع ما فيه، عبدي لما فعلت ذلك؟ فقال خشيتك يا رب، خشيتك يا رب فما تلافاها غيرها. يعني ربنا ما سألوش سؤال تاني، خلاص خشية على الجنة على طول، ما دام الخشية في قلبك يبقى على الجنة على طول. سبحان الملك الجليل، سبحان الله.
يا اخوانا خشية الله ده الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه الليلة. ده الدواء التاني في روشتة منى يوصل لك، الدواء التاني في روشتة الوصول الى الله، الدواء الرباني التاني في وصول قلوبنا الى الله. عايزين الليلة لو انزلنا هذا القرآن على الجبل اللي رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، عايزين قلوبنا تتصدع الليلة من خشية الملك الجليل سبحانه وتعالى. ولا انت خايف من ايه؟ انت لو ما تخاف من ربنا هيملى قلبك مخاوف تانية. اللي خايف من مدير الشغل احسن يرفضه، ودكتور المادة احسن يسقطه، وواحد بيهدده، وواحد بيتآمر عليه. اللي خايف من بكرة خايف يسقط، وخايف يترفد، وخايف يفتقر، وخايف يمرض، وخايف اللي بيحبها ما يتجوزهاش، وخايف بعد ما يتخرج ما يلاقيش شغلانة، خايفة ما تتجوزش، وخايفة لو اتجوزت ما تخلفش، وخايفة لو خلفت عيالها ما تلاقيش فلوس تعلمهم في مدارس خاصة، وخايفة لو عيالها كبروا ما تلاقيش فلوس تجوزهم، خايف يجيله سرطان زي ابن عمه ولا ابن خاله ولا صاحبه يموت، وخايف بعد ما كبر مضاعفات السكر والضغط تيجي عليه وتهجم عليه. حزين، حزين ان عينيها ما طلعتش خضرة وشها ما طلعش ابيض وشعرها ما طلعش اصفر. حزين ان اللي بيحبها اول واحد خبط على بابها غيره ادته استمارة ستة وبعته. حزين ان التقدير بتاعه راح في الكلية السنة دي ومرتبة الشرف راحت منه. خايف من كل حاجة وخايف على كل حاجة. انت ما بتنفقش ليه؟ خايف الفلوس تروح. انت ما بتدعوش الى الله في وسائل المواصلات ليه؟ خايف على وجهتي ومركزي. انت ما بتطلبش علم ليه؟ خايف على وقتي ودراستي. انت ما بتلبسيش الحجاب الشرعي الكامل ليه؟ خايفة ان فرصتي في الاختيار تقل وتتقلص. ما تسيبه ربنا اللي يختار لك، انت خايفة من ايه؟ اللي خايف من كل ده يا جماعة سعيد، انسان تعيس. انا عايز يا جماعة الخشية تملأ قلوبنا، جلال الله يملأ قلوبنا، احساسنا بجلال الملك العظيم يسيطر على كل ذرة في قلوبنا. عايزين قلوبنا بقى تملأ بما ملئت به قلوب السابقين. عايزين قلوبنا تبقى اسرع القلوب الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف ربنا بقى الملك. لو الخشية دخلت قلوبنا في عصر الشهوات الرهيب اللي احنا عايشين فيه الوقت ده، ساعتها هنقدر نواجه المعصية. بؤر المعاصي اللي جوه قلوبنا، بؤر الشهوه، بؤر الفتنه، بؤر حب الدنيا، كل دي هتتكوي بالخوف من ربنا سبحانه وتعالى. هيبقى في حسم مع المعصيه. رايح الكليه ولا ماشي في الشارع، بوابات الجامعه حنفيات متبرجات مفتوحه، مش هبص. طب مش هبص. بعد كده تدخل الكليه قبلك واحده صاحبتك من زمان قبل الالتزام، عايز اتكلمك مش هتكلم. طب مش هتكلم. تدخل لجنه الامتحان ما انتش عارف حاجه في الاسئله، ورقه صاحبك مفتوحه جنبك، لو بصيت هتنقل. مش هبص. طب مش هبص. حسم منتهي. وانت نازله المكياج بتاعك والبرفان، والدتك تقول لك يا بنت حط حاجه خفيفه، يا بنت مال المكياج بالدين والدين في القلب يا بنت. مش هحط، مش هحط. الموضوع منتهي. تروح البيت ولا تركب الميكروباص، الاغاني شغاله والكلمات شغاله. انا لازم اتكلم، لازم انكر المنكر بالحكمه والموعظه الحسنه، ومش هسمع، واقفل ودني واقفل قلبي. خلاص حسم يا اخوان، حسم يا جماعه. انما الشاب اللي يوم يقوم ويوم يقع، اللي مره بتطيع ومره بتعصي، هنا مفيش خشيه لله. فأثر من أثر بني إسرائيل لما سيدنا يوسف عليه السلام، امرأة العزيز بتقول له يا يوسف ما أجمل عينيك، فقال هما أول من يسيلا على الأرض بعد موتي، فقالت ما أجمل شعرك، قال هو أول ما يسقط من جسدي في قبري. هو إيه اللي عصمه يا جماعة؟ الخوف. الخوف حس إنه هيدخل تحت التراب. هيعمل إيه لما المعصية تيجي تناديك؟ طب وعند الاحتضار هيعمل إيه؟ تيجي معصية تانية تناديكي. طب ويوم القيامة 50,000 سنة في الحر والعرق هيعمل إيه؟ تيجي معصية تالتة تناديك. طب ولما انزل تربتي ويتقفل عليا بالجبس والإسمنت ويترمى عليا التراب هعمل إيه؟ تيجي معصية رابعة تناديكي، أنا جهنم ما أقدرش أصبر عليها هعمل إيه؟ خشية الله سبحانه وتعالى الدواء الثاني في الروشتة الربانية بتاعتنا. عايزين نتكلم عن خشية ربنا، عايزين نخاف من ربنا، لا عايزين نخشى. هو ايه الخوف وايه الخشية؟ الخوف هو خوف عذاب الله، امال الخشية خوف مقام الله، حاجة تانية بقى خالص. يعني الخشية هي خوف مع تعظيم. لو الاتنين سكنوا قلبك وقلبك تجاه ربنا، بقينا من اهل الخشية يا جماعة، بقينا من اهل خشية الله. كل حاجة بتدعونا لخشية الله، كل حاجة والله يا جماعة. نار ربنا، النار الرهيبة. احد اخواننا كل ما اسال عنه ده مع يعني حد من نسايبه في المستشفى، ليه؟ اصل جالها ضربة شمس. سبحان الله، اسال الاسبوع اللي بعده ده في المستشفى ليه ضربة شمس؟ قلت يا رب ايه ده؟ هو ضربة الشمس والشمس على بعد 93 مليون ميل بتعمل كده في البني ادمين؟ وتدخل الناس المستشفى ضربة الشمس؟ امال ضربة لفح جهنم يوم القيامة؟ هي جهنم هتبقى على بعد 93 مليون ميل؟ مين اللي فكر فينا؟ حديث لأول مرة أقف قدامه، رغم إن أنا بسمعه كتير جدا. حديث لما النار اشتكت لربنا سبحانه وتعالى، قالت له يا رب أكل بعضي بعضا. إيه ده؟ نار
بتاكل، مش نار بتاكل حطب، مش نار بتاكل بني ادمين، نار من شدتها بتاكل نار. النار يا جماعة جهنم من شدتها بتاكل نار. ودي لسه في الدنيا، ده يوم القيامة هتفضل 50,000 سنة تسعر عشان تشتد جدا الالوف المرات عن اللي عليه الوقت. تخيل وهي لسه الوقت اكل بعض بعضه، امال يوم القيامة تبقى ايه؟ امال مس سقر ده يبقى ربنا يعافينا منه يا رب. احد اخواننا راجع من العمرة لسه من اسبوع او اسبوعين، بيقول انا حبيت ان انا اصلي الجمعة في صحن الحرم والشمس فوقي، فبيقول هو بيصلي الحر رهيب، ساعة الا ربع حر قاتل، بيبص على الناس في الدور الاول الارض والتاني في الظل، بيبص على الامام في التكييف، قال سبحان الله، هو ده يوم القيامة، ناس في الحر وناس في الظل وناس في المكيفات ربانية بقى الله اعلم شكلها ايه. يا اخوانا عايزين نفوق، عايزين نخشى الله. احد الدعاة زمان، الناس في غفلة رهيبة ما هوش عارف يعمل ايه، نزل للقهاوي يكلم الناس في القهاوي، دخل على قهوة لقى الناس قاعدة ماسكة الجوزة وقاعدة تشد النفس، قام لقط جمرة نار وقام رفعها لفوق، قامت وقع متناثرة على الناس، الناس كلها جرت، قال لهم انتوا بتجروا من ايه؟ انتوا بتجروا من حتة نار في الدنيا ومش خايفين من نار الاخرة اللي هتحاصركم من قدام وورا ويمين وشمال وفوق وتحت، انتوا بتجروا من نار تعرفوا تهربوا منها، طب نار الاخرة اللي مش هتعرفوا تهربوا منها تعملوا فيها ايه؟ كان لها اثر كبير، لان الناس لما بتخاف، الناس لما بتخاف بترجع لربنا، لازم نخاف. اوعوا تسمعوا الكلام اللي بيقول الدين بتتكلموا في الترهيب ليه؟ احنا بنتكلم في اللي ربنا اتكلم فيه، احنا ما بنتكلمش في حاجه من عندنا، اللي ربنا اتكلم فيه بنتكلم فيه، اللي النبي عليه الصلاه والسلام كلم الصحابه فيه بنتكلم فيه يا جماعه، عشان قلوبنا تطهر بقى، عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا بقى نار ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا معاذ بن عفراء لما قاعد كل ما يجيله فلوس يتصدق، مال يتصدق، كل حاجه يتصدق، فمراته خلفت فكلمت يعني اخوال العيال يكلموه، كلموه يحوش حاجه، قال لهم ايه؟ قال لهم ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار، اي حاجه هتقع في ايدي هفدي نفسي بها من جهنم يا رب. ناس خايفة من ربنا، بس يا جماعة مش النار بس اللي بتجيب خشية ربنا، لا والله يا جماعة كرم ربنا، رزق ربنا يجيب خشية، ما انا بقول لكم الخشية دي معاها تعظيم، تعظيم، يبقى قلبك بيرتجف، كل بحر بيهتف فيك بعدد امواجه، كل شجرة بتهتف فيك بعدد اوراقها، كل سحابة بتهتف فيك بعدد قطرات امطارها، كل مجرة بتهتف فينا بعدد كواكبها وشهوبها ونيازكها، كل روضة بتهتف فينا بعدد ازهارها، بيهتفوا فينا، بصوا لعظمة وجلال ربنا، بصوا ربنا عظيم قد ايه يا جماعة، ذوقوا عظمة ربنا بقلوبكم، رزق ربنا. احد الاخوان الدعاء يعني بيقول لاخ، بيقول له انت يعني انت ازاي تحس باسم ربنا الرزاق؟ ازاي؟ تخيل حبيب قلبي التفاحه هي دي الرزق؟ لا، تخيل التفاحه دي ومن غير اسنان، من غير اسنان تمضغها، يا نهار اسود، ايه ده؟ طب كنا نعمل ايه؟ لا، ومن غير لعاب يبلعها، ومن غير انزيمات هضم تهضمها، ومن غير شعيرات دمويه في الامعاء تمتصها. يا جماعه ده احنا غرقانين في كرمه، ده لو سحب مننا نعمه من نعمه هنعمل ايه وهنروح فين يا جماعه؟ عظمة ربنا، عظمة ربنا لازم تخلي قلوبنا ترتجف، كل ذرة في قلوبنا ترتجف، ترتجف وتسجد لجلال الله سبحانه وتعالى. هو لما الشمس بتطلع بنحتاج ونسة؟ نحتاج ونسة، يعني انا دلوقتي لو بصور في الشمس في عز الظهر هحتاج اللمبات ديت والكشفات دي؟ مش هحتاج ليه؟ خلاص، هو بعد ما ربنا ربنا يبقى معاك، انت محتاج حاجه ولا محتاج اي حاجه من اي مخلوق؟ ده الوزير بخطة قلم يهدم بيوت ويبني مستشفيات ويعمل طرق ويلغي طرق بخطة قلم يا جماعه، بخطة قلم. امال اللي له مقاليد السماوات والارض يقدر يعمل ايه؟ اللي احاط زي احاط القلاده بعنق بالعنق، زي احط السلسله بالعنق، اللي احط بكل شيء في الكون يقدر يعمل ايه؟ اللي له مقاليد الكون مش تقلد وزاره بسيطه في بلد بسيطه بامكانيات بسيطه، لا، يعمل ايه يا جماعه؟ خشيه الله، عايزين نعيش الليله مع خشيه ربنا. انا عايزك تخاف، اخاف بس ولا خاف وعظ؟ لا، ده احنا لسه هنتكلم عن الخوف والتعظيم للملك الجليل. انا عايزك تخاف من ذنوبك، احصاه الله ونسوه. انا عايزك تخاف من ذنوبك، تخيل لو واحد عفر من اصحابك على صحيفة اعمالك، يا نهار اسود، وقام صورها 50 نسخة ووزع على كل اصحابك وعلى ابوك وعلى امك وعلى اولاد خالك وولاد عمك وخطيبتك ومعارفك واحبابك والناس اللي بيقدروك وبيحترموك، تخيل تعمل ايه؟ صحيفة انا تتودى، تبقى مصيبة، تبقى فضيحة. امال دي اللي انت تدخل تتحاسب بقى قدام ربنا؟ طب انا يعني صحيفتي ما ممكن يكون مفيش فيها يا حبيبي ذنوب؟ ولا مرة لسانك وقعت بيه في مستنقع الغيبة؟ ولا مرة عندك بصيت فيها الحرام؟ ولا مرة سمعت أذان الفجر ونمت؟
ولا مرة نمت عن فريضة، ولا مرة سمعت بودانك أغنية حرام، ولا مرة كلت في بطنك أكل حرام ومال حرام، ولا مرة دفعت رشوة، ولا مرة شوحت بإيدك أمك وأبوك ورفعت الباب وراك ونزلت، ولا مرة إيه؟ ما عندكش. أحصاه الله ونسوه. يا إخوانا عقوبة ذنوبنا، عايزين نخشى الله ونخاف من عقوبة ذنوبنا في الدنيا، في الدين، في الآخرة. في الدنيا إزاي؟ لما قبرص اتفتحت وكان فتح عظيم، قبرص الوقت النصرانية المتعصبة، لما فتحت وكان فتح عظيم، وابو الدرداء كان في الجيش اللي فتحها، فالناس طبعا مزعورة ومرعوبة وبتبكي وملمومة جنب بعضها. ابو الدرداء شاف المنظر، خد جنب واحد يبكي، قعد يبكي قعد يبكي، فواحد بيقول له يا ابو الدرداء اتبكي في يوم اعز الله فيه الاسلام؟ قال ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره. يا هوانك عند ربنا لو فضلت تعصيه، يا قلة قيمتك عند مولاكي لو فضلت تعصيه. ملاش قيمة من غير طاعته والله يا جماعة، والله ما لينا قيمة من غير طاعته. بينما هم أمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا أمر ربهم فأخذهم فحل بهم ما ترى. يا زينا كده أيام زمان، أيتها السحابة أمطري حيث شئتي، إحنا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، الزكاة بتاعت الزروع اللي هتطلع بسببك هتجيلي، أنا خلفت المسلمين. ثم جه اليوم اللي أيتها السحابة أمطري حيث شئتي، هتنزلي مش على أرض من أراضي المسلمين، على دم من دماء المسلمين، على جرح من جراح المسلمين. ليه؟ بدلنا. ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمر. إمتك إيه؟ إمتك إيه؟ اعصيه وشوف اللي هيحصل لك، اعصيه وشوف اللي هيحصل لك. اللي يجرؤ على عقبة المعصية ويستحملها يعصي ويشوف اللي هيحصل له. يا جماعة الأثر الدنيوي للمعصية أثر خطير جدا. مناظرة بين واحد علماني على إحدى القنوات الفضائية وواحد شيخ، العلماني هيتجنن، عايز يثبت بأي طريقة إن الزلازل والبراكين مالها بالمعاصي. أنا عايز إيه يعني؟ عايز اللي بيزنوا يفضلوا يزنوا، واللي بيسرقوا يفضلوا يسرقوا، واللي بيرابوا يفضلوا يرابوا، عايز إيه؟ عايز إيه؟ سيدنا أنس رضي الله عنه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام السماء تلبدت بالغيوم وكأن النهار بقى ليل، فالناس جلت عليه قالت له يا أنس أكان يحدث هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال معاذ الله، أنتوا بتقولوا إيه؟ ظواهر الكونية المرعبة دي على أيام النبي ما كانتش بتحصل. إن كانت لتشتد الريح فنبتدر المسجد أينا يدخله أولا. كنا ناس بنخاف من ربنا، كنا عارفين إن الرياح دي ممكن تكون عقوبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الرياح بتشتد والسحاب يجي يتلبد يعمل إيه؟ كان دخل وخرج وأقبل وأدبر. سيدة عائشة بتوصف منظر إن النبي كان بيتصرف تصرف المضطرب المرتبك المرعوب. ليه؟ أخشى أن يكون عذاب نزل على أمتي. فاهمين الظواهر الكونية شكلها ايه؟ عارفين الظواهر الكونية. انما احد السفهاء يعني واقف مع ناس فعايز يتريق، فمعدي اخ يعني ايه مبتلى بالعمى، ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا ويأجرهم اعظم الاجر، مبتلى بالعمى، فاما ندروا لك مد رجليه ام الاخ الاعمى ده واقع على وشه، فضحكوا كلهم ضحكوا عليه. في نفس اليوم مراته ولدت طفل، طفل جميل كل حاجة كويسة بس ما بيحركش عينيه، يفضلوا يتابعوا مع الاطباء طلع اعمى. ربنا منتقذ انتقام يا جماعة، ربنا. والله مرة ركبت مع سواق تاكسي فبتكلم معاه، يعني بتكلمه في الدين والدعوة لله، ودايما الواحد بيحاول يستغل المواصلات في الدعوة لله، فبيقول لي موقف حصل له. مرة كان راح يصلي الجمعة وكان في يوميها في مولد بس لغير المسلمين، يعني ملة تانية غير المسلمين، وهو رايح المسجد شاورت له أسرة عايزة تروح المولد ده، فقال لهم يعني انا مشغول، قالوا له هنديك 150 جنيه، فبيقول طمعت في ال 150 جنيه، اختيار الدنيا شيء طبيعي في هذه الايام. بيقول شويه واحنا ماشيين عجله فرقعت، استغفر الله العظيم، نزل غيرها، شويه بعدها عجله فرقعت وباظت ولازم يتشرى غيرها. بيقول لي يوميها دفعت 300 جنيه ضعف ثمن، دفع ضعف الثمن اللي خده وما وصلهمش برضه العربيه باظت. سبحان الله العظيم. يا اخوانا انتقام ربنا، اللي بياكل ربا ما انتش خايف من انتقام ربنا، اللي ما بيتكلمش بنات خالص، هي في الجامعه ما تعرفش غير ولاد بس، ما انتش خايف من انتقام ربنا؟ اللي قاعد يضحك على بنات الناس مش خايف من انتقام ربنا؟ اللي بيهتم بجزمته اكتر ما بيهتم بالايمان اللي في قلبه مش خايف من انتقام ربنا سبحانه وتعالى؟ عاقبه الذنوب مش في الدنيا بس يا جماعه، وفي الدين. في الدين ازاي؟ هو انت حبيب قلبي لما بتقف في الصلاه اللي على يمينك بيبكي واللي على شمالك خاشع وبيبكي وانت قلبك حجر، دي مش عقوبه؟ هو انت لما لبست النقاب والتزمت بالسنن والوقت بقيتي بتقولي ايه اللي انا عملته في نفسي ده وانا استعجلت ولا ايه والايمان بيتسحب من قلبك، دي مش عقوبه؟ هو صرف الله قلوبهم مش عقوبه، وخمسه جنيه لو وقعت مننا في الارض عقوبه؟ عقوبه في ديننا يا جماعه لما الايمان يتسحب من قلوبنا في عصر الشهوات الرهيب اللي احنا عايشين فيه. الغامديه لما وقعت في الزنا وراحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
فبتقول له طهرني يا رسول الله. الغبنيه رايحه للنبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ دلوقتي الحكومه عامله اجهزه رقابه وشرطه واجهزه رهيب ليه؟ عشان يجروا ورا المجرمين. هو اللي كانوا بيجرموا ايام النبي كانوا هم اللي بيجوا يسلموا نفسهم. يعني الحكومه توفر مليارات شهريا بقى واجهزه الرقابه الاداريه. لو في دين يا جماعه، لو في دين، لان كان في خشيه خايفه من ربنا سبحانه وتعالى. قارنوا عصاتهم بالطائعين بتوعنا، قارنوا عصات الصحابه بالطائعين بتوعنا عشان تعرفوا خشيه ربنا عملت فيهم ايه. الخوف، الخوف، احنا عايزين نخاف من كتير، حاجات كتير قوي والله. عايزين نخاف، عايزين نخاف من عدم قبول الاعمال. ازاي يعني؟ هو انت سيئاتك بتتكتب ولا ايه؟ اه بتتكتب، يقين، اه يقين. طب الحسنات قبلت؟ لا ما اعرفش، ما اضمنش ولا حسنه قبلت، خاف انها لا تقبل. الخوف من الفتن، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. مش معنى انك نجيت من فتنه ان خلاص في فتن تانيه لسه جايه وفتن تالته لسه جايه، مش معنى انك نجيت خلاص ورا بعض ورا بعض. ما انتش خايف انك تقع من فتن؟ حتى لو نجيت من فتنه سابقه مش خايف انك تقع في فتنه جايه؟ لسه في انواع. الخوف من موت الفجاه. احد الشباب من محافظه جنبنا كان بيقول لاحد اصحابنا، بيقول له انا موت الفجاه انتشر جدا، انا ليا 20 واحد صاحبي ماتوا فجاه 20 من عده ايام. صاحبي ده بيقول لي هذا الشخص هو نفسه مات من ايام فجاه. ربنا يغفر لهم ويرحمهم جميعا. احد اخواننا اللي كان بيتاجر في شرايط الاغاني وقلب شرايط اسلاميه، كان بيكلم ثلاثة شباب بيدعوهم الى الله، فبيقول لهم التوبه والتوبه، فقالوا له بص احنا هنتوب زي ما انت تبت بس بعد ما نعيش زي ما انت عشت. قال لهم انا كان واقف معايا واحد في المحل بيبيع معايا، مات وغسلناه وكفناه ودفناه ورجعت، هو فرصته خلاص خلصت وانا ربنا اداني فرصه ثانيه. تضمن منين؟ في لحظه كتيبه ملائكيه تؤمر تنزل، روح فلان ابن فلان اللي هي روحك تنزل تاخدها في ثانيه وكل حاجه تنتهي. الراجل اللي كان سايق الميكروباص بالناس وفي وسط الطريق في مكان فاضي تماما قام فجاه واقف، ايه يا عم في ايه؟ قال لهم الحاج بس الراجل اللي بيشاور لي ده قافله. يا عم الراجل مين يا عم؟ انت مخك حصل فيه حاجه؟ مفيش حد، الراجل بس قافله. يا عم انت يلا يا عم عدي. ساكت يا عم اكمل. ساكت في ايه؟ بيهزوه لقوا مات. ملك الموت نزل خد روحه في لحظه، سبحان الله العظيم. هو اللي شاف ملك الموت لحظه الموت دون عن كل الناس كلها. مش خايفين من الموت الفجاه؟ ده الخوف يا جماعه. ولكن الخشيه مش خوف بس، الخشيه خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم رهيب لجلال الله سبحانه وتعالى، خوف مع احساس عظيم بجلال الله. اه لو الخشيه جت في قلوبنا زي عالم اخترع صاروخ رهيب وطالع ركب الصاروخ ومسك ترمومتر، الترمومتر اللي بيقيس الحراره. ايه يا عم انت رايح فيها؟ رايح الشمس ليه؟ هقيس درجه حرارتها. اخترعت جهاز عظيم؟ لا بالترمومتر ده. ايه المجنون ده اللي هو عايز بمقاييسنا البسيطه يقيس الحاجات العظيمه دي؟ ما ينفعش. عشان كده يا جماعه مهما كلمتكم عن ربنا مش هعرف اجيب لكم عظمه ربنا قد ايه. ليه؟ ما اقدرش اتكلم عن ربنا العظيم بلسان البشري، ما اقدرش، ما اقدرش. حاجه فوق طاقتنا، زي اللي بيشاور على نجم هو قد ايه جابت النجم؟ لا انما هو شاور عليه بس، هو ده اللي احنا بنعمله ولله المثل الاعلى. احد اخواننا بيكلمني، يعني كان سافر باكستان، بيكلمني على احد العلماء في باكستان، احد الدعاه العلماء الدعاه في باكستان، بيقول لما مات رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا على يمين ابو بكر على شمال عمر وقاعدين منتظرين، فواحد بيسال النبي اللي شاف الرؤيا ماذا تنتظر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر فلان اللي هو اللي مات ده. اللي مات ده كان بيعمل ايه؟ بيقول لي ده لما كان يقف في قيام الليل كان يقف يرتجف وهو واقف يصلي من عند ربنا. خشيه، ارتجاف يا جماعه، خشيه يا اخوانا. ده لو واحد شتم وزير ولا جه ناحيه وزير، الوزير يقول له انت مجنون؟ انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين انتوا بتعصوا مين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين انتوا بتغلطوا في حق مين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين احنا بنعمل ايه ولا ايه يا جماعه؟ انتوا مش واخدين بالكم من اللي احنا بنعمله واللي احنا بنجرمه في حق الله سبحانه وتعالى؟ لازم نفوق يا جماعه، لازم نفوق على عظمه ربنا. انا عايز اكلمكم على عظمه ربنا، خلي قلبك معايا، ركزي قلبك معايا، ركز معايا في الكلام على عظمه الملك. الملك انتوا فاكرين ان ده نهر وده جبل ودي شمس؟ لا، ده كل دول عبيد قاعدين يسبحوا ليل نهار، بس احنا اللي مش شايفين، احنا اللي مش واخدين بالنا. يا اخوانا كل حاجه في الكون بتعبده والله العظيم. أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها؟ بناها. تخيل انت ماشي على الطريق السريع بعربيتك على الطريق الصحراوي، لقيت واحد طالع من وسط الصحراء وبيشاور، وقفت له، ايه يا عم وصلني؟ عايز ايه؟ ده انا كنت ببني فيلا هنا. هو انت هتشت هنا؟ لا. هتصيف هنا؟ لا. مخزن؟ لا. هتتاجر فيها؟ لا. امال انت بتعمل ايه؟ ده جنان ده ولا يا اخوانا؟ لما ربنا يبني السماء دي كلها بناها ليه؟ عارفين ليه؟ كل النجوم دي مساجد عامره بالملائكه، كل السماء دي مسجد رهيب عامر بالملائكه. عشان كده ربنا في سوره هود وقيل يا ارض
سمعا وطاعة يا رب ابلع عماك، ويا سماء سمعا وطاعة يا رب اقلع كل حاجة عبيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس، اي تشرق، اي تشرق، ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله الا سبح الله بحمده الا ما كان من الشياطين واغبياء بني ادم. الكون كله بيسبح كل حاجه. هو مش الرسول عليه السلام قال ان الشمس بتروح تسجد تحت العرش وتستاذن ربنا انها تشرق من جديد؟ اه فعلا حديث صحيح. طب ما الشمس على طول في شروق مستمر. قال لا، يعني ايه؟ يعني الشمس في سجود مستمر، يعني الكون كله في سجود مستمر، الكون كله ساجد لله. الهدهد، الهدهد قطع مسافة عشان الدعوة الى الله في قصة سليمان اطول من اي مسافة حد مننا قطعها. الطير يا جماعة، كنت مرة واقف في البلكونة في وقت اذكار المساء بس ما كنتش بقولها، لقيت الطير جه قدامي كده وقعد ايه، قعد صف، يعني صف جناحاته. فربنا بيقول: والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ده تسبيح الطير اصلا، هو بيصف كده وبعد كده يرفرف شوية ويرجع يصف تاني، وبعد كده يرفرف شوية ويرجع يصف تاني. قلت ايه ده؟ ما اعبدك من طير وما اشحدني من بشر. ايه ده يا اخوانا؟ النمل، النمل اللي تحت سجاجيد بيوتكم انتوا قاعدين قدام الوقت بيسبح بيهتف بتسبيح ربنا سبحانه وتعالى. اديك اديك لما بيدن تبص تلاقي رجليك بترتعش وبترتجف. انت عارف هو بيقول ايه؟ بيقول سبحانك، بيرتجف وهو بيقول سبحانك، حاسس بيها، حاسس بيها وهي خارجة من قلب سيدنا يونس في بطن الحوت بيقول لا اله الا انت سبحانك، حاسس بيها وهي خارجة من قلب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما صعق لما رأى الجبل، اتنسف لما شاف ربنا سبحانه وتعالى، فلما افاق قال سبحانك. انت حاسس بيها ولا مش حاسس بيها؟ حاسس بالكون كله هو بيعبده ولا لا؟ لو الالكترونات بتدور حوالين النواة في الذرة، حوالين النواة بتاعت الذرة في الذرة مليون مرة في الثانية، لو ده تسبحها يبقى بتسبح ربنا مليون مرة في الثانية. واحنا بنعمل ايه يا جماعة؟ انت فكرك ان عربيتك اللي انت قاعد تمسك الجدول بتاعها يمين شمال ده تحت امرك بجد؟ لا والله، والله العظيم في ايد ربنا، ايدك والجدول في ايد ربنا سبحانه وتعالى. احد الناس مرة عربيته عطلت، فلما وقفت قعد يكشف عليها وشيخ عليها، مفيش كل حاجه سليمه، مفيش في حاجه بايظه خالص. ففي الاخر بيبص عند الكاوتش لقى مصحف قدام الكاوتش بالظبط. الراجل قال سبحان الله، ربنا امر العربيه وابى ان العجل يعدي على كلام ربنا سبحانه وتعالى. ايه يا جماعه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه الجلال ده؟ ربنا بيقول: ومن اياته انك ترى الارض خاشعه. يعني ايه يا رب؟ ربنا بيوصف الارض اللي بقالها شهور ما نزلش عليها مطر وتشققت، بيقول اوعى تفتكروا ان الارض دي اتشققت لان مفيش ميه، دي اتشققت من كتر الخشوع في الدعاء والتوجه ان انزل عليها ميه، زي اللي بيخشع في الصلاه بالظبط. ده بتعبدني، ده بتدعوني، ده بتصلي وبتدعو بخاش بخشوع الوقت. الارض نهر النيل ده عبد من عبيد الله، مش ده اللي اترمى فيه موسى وربنا امر وقال فليلقيه اليم بالساحل؟ نهر النيل ده عبد من عبيد الله، عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. الجبل يا جماعه، الجبل يا شباب، الجبل يا اباء، الجبل يا امه محمد، الجبل بيقعد جلسه الضحى كل يوم، جلسه الضحى اللي من الفجر لغايه الشروق. الجبل مش مع داود يسبحنا والطير، كان بيسبح مع داود بالغدو والاصل، كان بيقعد جلسه الضحى مع سيدنا داود. الجبل يا جماعه، الجبل كل حاجه في الكون عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. يا جهنم، جهنم سمعوا لها تغيظا وزفيرا، متغاظة متغاظة وبتصفر من الغيظ. ايوه، والغضب ليه؟ عبد من عبيد الله غاير عن انتهاك حرمات الله، غاير ان الملك سبحانه وتعالى يعصى، عبد، عبد وغاير على مولاه انه يعصى. يا الم ترى، الم ترى موضوع واضح باينه، باينه خالص. الم ترى ان الله يسجد له ما في السماوات وما في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال ايه ده يا رب ده؟ والدواب وكثير من الناس، البهايم قبل الناس، لانها اعبد لله من الناس. يا للخزي يا ابن ادم، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده
ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما حليما غفورا. يا حلم ربنا علينا، يا حلم ربنا على معاصينا رغم عظمته وجلاله. سعيد بن جبير لما الحجاج بن يوسف الثقفي قبض عليه، فسعيد بن جبير بيقول له ما اسمك؟ فقال له اسمي سعيد بن جبير. قال له بل شقي بن كسير. قال له أمي أعلم باسمي منك. قال له لأشقينك يا سعيد. قال له لو أعلم أن هذا بيدك لعبدتك من دون الله. فبعد كده سعيد بن جبير ضحك، فبيقول له ما يضحكك؟ قال له أضحك من جرأتك على الله وحلم الله عليك. أضحك والله يا جماعة من جرأتنا على الله، من جرأة الشباب على الله، من جرأة البنات على الله، من جرأة الأهالي على الله وحلم الله علينا. حاجة تضحك والله يا جماعة، حاجة تضحك. داخلين نصلي الفجر وشاب قدام المسجد قافل العربية بتاعته بالتكييف بتاعه ومشغل الدي في دي، داخلين نصلي خارجين نصلي والشاب قاعد يتفرج على فيلم قافر قدام المسجد وقت أذان الفجر، ما هوش خايف من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الجامعات الخاصة في بلادنا بقت بتحط كلاب بوليسية على الجامعة والشباب داخل عشان المخدرات، عشان الكلاب تشم المخدرات من شدة انتشار المخدرات وسط شبابنا. يا ما أهون الخلق على الله، إن هم أضاعوا أمره ضيعنا أمرك يا رب. وبعدين أهو ما احنا حاسين أهو، بعدين عبودية الكون لله، الكون ده كله مسجد، الكون ده كله بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. كل حاجة أنا عايز أكلمكم عن مخلوقات الله العظيمة عشان تعرفوا إذا كان ده عظمة المخلوق أمال عظمة الخالق. الملائكة، الملائكة قوتها قد إيه؟ جبريل، هتقول لنا جبريل بقى وجناح واحد شال كرة قوم لوط ورفعها والملائكة سمعت نباح الكلاب وصياح الديكة وهبدها تاني. مش بس كده، وكمان نفق الملائكة إسرافيل اللي بينفخ في الصور، سيدنا إسرافيل اللي بينفخ في الصور. أنت عارف يعني إيه مخلوق نفخته تقلب الكون؟ انت ايديك ورجليك الاقوى ولا نفختك؟ لا طبعا ايديا ورجلي. اذا كان نفخته تقلب الكون، امال بقى قوته تعمل ايه؟ حملت العرش اربعة من الوف الوف السنين من يوم ما العرش اتخلق شايلينه وما فطروش. ده انا لو وقفت اشيل الكرسي اللي انا قاعد عليه ده هو تلت دقايق ايديا تقف. دول ايه القوة دي؟ ويوم القيامة يبقوا تمانية، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ليه؟ لان من الخوف والارتجاف، من الخوف من الله مش قادرين يشيلوه، من الخوف من الملك الجليل. ودول غير مكلفين، والرسل ما عليهمش معاصي ومع ذلك مرعوبين، والولدان ما هماش مكلفين وبيشيبوا. يا اخوانا انا بكلمكم في مصيركم، مش بكلمك في بنت عايز تتجوزها ولو رفضتك هتزعل وهتدور على غيرها، ولا وظيفه نفسك فيها ولو راحت منك هتزعل وهتدور على غيرها، ولا امتحان سقطت فيه وهتزعل شويه وهتدخل دور تاني في الايام الجايه دي. لا انا بكلمكم عن مصيركم يا جماعه، انا بتكلم عن المصير، المصير الخطير بتاع كل واحد مننا. عايزين نفوق يا اخوانا. الملائكه اللي بالقوه دي حجمهم قد ايه؟ اذن لي ان احدث عن ملك، عن ملك من حمله العرش ما بين شحمه اذنه وعاتقه مسيره 700 عام، 700 سنه عرض كتف واحد من كتفه. يا رب ايه ده؟ الله اكبر، الله اكبر. طيب وعددهم بقى يعني ده الحجم ده؟ طب والعدد الدنيا دي؟ عدد البشر ده نص عدد بس الملائكه اللي على اليمين والشمال بس اللي بتكتب الاعمال، ده غير انواع رهيبه من الملائكه. السماوات السبع قطت السماوات وحق لها ان تقط، ما فيها موضع اربع سبع الا وملك. الله الله اكبر. السماء السابعه البيت المعمور اللي في السماء السابعه كل يوم يدخلوا 70,000 ملك يطوفوا ويخرجوا اخر اليوم ما يرجعوش تاني، يدخل 70,000 تانيين. ده غير الملائكه اللي فوق سدره المنتهى بقى والملأ الاعلى والموضوع كبير، غير الملائكه اللي في الجنه، غير غير غير. انتوا متخيلين اخواننا العدد قد ايه؟ الملائكه دي ربنا بيقول عليهم ايه في خشيتهم لله؟ في خشيه الملائكه لله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يعني لما بتيجي تقول سبحان الله وبحمد 100 مره 95 مره فيهم سرحان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يعصون الله ما امرهم. متخيل مخلوق من يوم ما اتخلق ما اتكتبش في صحيفته ذنب واحد؟ متخيل الامر ده يا اخوانا؟ مشهد جبريل وهو زي الحلس البالي عند سدره المنتهى من خشيه الله، ومشهد اسرافيل وهو موطي راسه عشان ينفخ في الصور من الاف السنين مستني امر ربنا، ومشهد ملك الموت وهو بيموت بعد ما قبض روح المليارات في السماوات والارض، ومشهد ملائكة إن لله ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلقوا قط، إذا جاء يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وإن لله ملائكة سجودا منذ خلقهم الله لم يرفعوا رؤوسهم قط، إذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله أكبر. خشية الملائكة لله
امريكا ايه وقوه امريكا؟ ده امريكا دي ما تستحملش جناح واحد من اجنحه جبريل، ده القوه بتاعتهم دي كلها عيدان كبريت بالنسبه لقوه الملائكه. يا جماعه سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بيقول في غزوه احد، في غزوه احد رايت رجلان او اثنان عليهما ثياب بيض ينافحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ارى مثلهما قط منهم سيدنا جبريل. انتوا عارفين، انتوا فاكرين ان اللي دفع عن النبي في احد قدام جيش المشركين سيدنا طلحه وسيدنا سعد وابو بكر، هيدافعوا عن مين ولا مين ولا مين قدام مين؟ ده الملائكه نزلت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخواننا ده دي الملائكه دي مخلوق، امال الخالق، امال قوه الخالق، امال عظمه الخالق. الشمس، الشمس اللي ألسنه اللهب براها نص مليون كيلومتر، الشمس دي قوة انفجارات نووية رهيبة. مرة شفت يعني فيلم لقطر في الهند كان مليان متفجرات وانفجر، منظر الانفجارات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، والصورة متصورة من بعيد، منظر مفزع. امال الشمس دي تبقى ايه؟ وفي النهاية الشمس تبقى حطبة واحدة من حطب جهنم اللي هتصعر بجهنم يوم القيامة، تكور وتلقى في النار يوم القيامة. ياه ده مخلوق يا جماعة. امال الخالق العظيم قوته قد ايه وجبروته قد ايه سبحانه وتعالى؟ امال الكون، الكون ده يا جماعة موجود فيه 400 مليار مجرة، المجرة الواحدة بيوصل فيها ل 100 مليار نجم، يعني حاجة مهولة. يعني بيحتلوا في المساحة اللي احنا شايفينها بعنينا بالتلسكوبات 36 مليار سنة ضوئية. الكون بيتسع كل دقيقة 100 مليون تريليون سنة ضوئية، كل ده في كرسي الرحمن كحلقة في فلاة. يعني واحدة من كام 2000 سنة كانت معدية في قافلة في الصحراء الشرقية وقع منها خاتم، تعالوا ندور على الخاتم في الصحراء الشرقية. كل ده ال 400 مليار مجرة في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. احنا فين بقى؟ احنا مين اصلا؟ ده احنا ما احناش حاجة، ده احنا ما احناش حاجة في ملكوت الملك الجليل العظيم سبحانه وتعالى. اذا كان ده عظمة المخلوق، امال عظمة الخالق؟ واذا كان ده عبادة المخلوق لله، امال احنا نعمل ايه؟ احنا يا جماعة نعبده قد ايه احنا؟ وكل القوى الرهيبة دي لو انت من اولياء الله يسخرها لك وتبقى من جنودك باذن الله سبحانه وتعالى. يا لا جلال الله، يا لا عظمة الله، يا لا كبرياء الله، يا لا صفات الله الباهرة لله سبحانه وتعالى. عايزين نحس بجانب الخوف من النار والخوف من القبر والخوف من القيامة والخوف من الأهوال والخوف من الثقل الرهيب بتاع السيئات اللي هيتحط على كتف كل واحد أذنب يوم القيامة وسط الحر والعرق وسط الخوف من كل ده. عايزين نعظم ربنا عشان الخوف مع التعظيم يجيبوا خشية بقى، عشان نبقى من أهل خشية الله سبحانه وتعالى. من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعة، الركعة بتاعته كانت قدر قراءة البقرة وآل عمران والنساء، يعني 662 آية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ تخيل لو واحد بيلقي بيان قدام وزير ولا رئيس جمهورية ايده بتترعش، النبي كان بيركع وهو عايش بقلبه وهو واقف بين ايدين مين؟ عليه الصلاة والسلام. كان يطلع على المنبر الصحابة يجتمعوا، ها إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يطلع على المنبر في يوم تاني الصحابة يجتمعوا يقول لهم ايه؟ يقول الله أنا الملك أنا الجبار أنا العزيز، والمنبر يرجف برسول الله. يطلع يوم ثالث الصحابة يجتمعوا يقول ايه؟ قطت السماء وحق لها ان تقط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني 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 النبي كان ياما بيتكلم عن ربنا، ياما بيدي خطب عن ربنا سبحانه وتعالى عشان الصحابة يحسوا بجلال الله. يعني اللي احنا بنعمله ده سنة من رسول، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان احنا نتكلم عن الثقة في الله مرة، ومناية وصل لك يا رب مرة، وحب الله مرة، وخشية الله مرة، والاخلاص لله مرة، والافتقار الى الله مرة. ده دي سنة رسول الله، ان احنا نتكلم عن ربنا لغاية ما لوجنا تتزلزل، لغاية ما نقع من طولنا ساجدين خلاص، ما عدتش قادر تسيطر على جوارحك من جلال الله، تخر ساجد لله سبحانه وتعالى. ربنا العظيم يا جماعة، ربنا العظيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر. لغايه الوقت في غابات ما فيش رجلين دخلتها، ولا العلماء يعرفوا انواع الكائنات اللي جواها اصلا. ويعلم ما في البر والبحر، كانوا زمان بيقول لك البحر في ايه؟ في سمك. في ايه يعني؟ شويه قالوا ده في 20,000 نوع سمك، شويه قالوا 20,000 ايه؟ ده انواع لا تحصى، شويه قالوا لا تحصى ايه؟ ده نقطه الميه تتحط تحت الميكروسكوب فيها ملايين الكائنات من الاميبا والطحالب ايه ايه الجلال ده يا رب؟ ايه الملكوت ده يا رب؟ ايه ده؟ احد العلماء بيقول احنا لا يمكن نعرف عدد الكائنات اللي على الارض. ليه؟ لان كل ما بنخترع وسيله جديده ميكروسكوب اقوى بنكتشف كائنات ما كناش نعرف انها موجوده قبل كده. ايه الجلال ده؟
ايه الجلال ده؟ وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ليه؟ كانت بتسبح، مخلوق وبيسبح. وليه كمان؟ لانها مخلوق ليها اجل، ليها موعد ولادة وموعد موت في كتاب الله. وليه كمان؟ لانها مخلوق ليها رزق، ومكتوب لها رزق كل يوم بيتسحب من بطن التربة وجاي لها. مخلوق ملك يا جماعة، حتى ورقة الشجر عبد من عبيده وبينسوش. سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. كوباية المية اللي ممكن تبقى محطوطة جنبي الوقت ديت، دي نزلت من سنة في وسط افريقيا في منابع نهر النيل، ومشت واتحبست عند السد العالي، وبعد كده مشت، وبعد كده دخلت في محطة المية اللي بتمون مدينة الانتاج الاعلامي وتكررت، وبعد كده دخلت في المواسير اللي بتؤدي الحنفيات قناة الرحمة، ونزلت بالحنفية اتعبت مية واتحطت في الكولدير. اجي انا احط الكوباية اشرب كوباية المية وهي من ساعة ما نزلت بقطرات المية مكتوبالي. سبحان الله العظيم، سبحان الملك. ويعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. في الساعة اللي احنا قاعدين فيها مع بعض ديت، في ناس الوقت سمعت شريط دينج، وناس حضر الدرس، وناس الوقت قاعدة تصلي، وناس زنت، وناس سرقت، وناس قتلت، وناس عصت ربنا، وناس اتفرجت على كليبات، وناس سمعت اغاني. وفي اقصى مشارق الارض الوقت واحد قاعد جلسة الضحى بيسبح الملك، وفي اقصى مغارب الارض الوقت واحد قاعد في التلت الاخير من الليل بيهتف وبيناجي الملك. يعني وكل ده بيصعد الى الله سبحانه وتعالى. وربنا عالم اعمالنا كلها، وعالم قلوبنا، وعالم احوال قلوبنا كلها سبحانه وتعالى. يا جماعة، يا جماعة خشية ربنا سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان بيقول: لو اني وقفت بين الجنة والنار ولا ادري الى ايتهما اصير لتمنيت ان اكون رمادا قبل ان اعرف. ابو ذر الغفاري بيقول لكم يا مسلمين يا امة محمد: لو تعلمون ما ينتظركم بعد الموت لما اكلتم طعاما على شهوة. ما فيش فرق بين الجبنة والعيش واللحمة. وما شربتم شرابا على شهوة. ما فيش فرق بين العصير والشاي والمية. ولا وما شربتم شرابا على شهوة وددت اني شجرة تعضب ثم تؤكل. يا ريتني كنت شوية اكل البهائم بتاكله. تخيلوا يا جماعة الناس دي. الحسن رضي الله عنه بيقولك: كان اذا ذكرت النار امامه فكأنها لم تخلق الا له، كأن النار ما اتخلقتش غير عشانه. تخيل يا جماعة الجبل، يا جماعة الكون كله بيخشى الله. انا بكلمكم عن مقام ايماني الكون كله حاسس بيه. انا بكلمك عن مقام ايماني مفيش طير في السماء ولا ورقة شجر ولا صخرة في جبل من الصخور الاكبر من العماير اللي احنا ساكنين فيه، ولا نملة في الارض، ولا حوت في بطن البحر الا وقلبه بيهتف لله بيه، وقلبه بيرتجف لله بيه. انا بكلمكم عن خشية الله، مقام العلماء، المقام اللي ربنا فطر قلوب الكون كله عليه. مفيش ملك في السماوات، مفيش ملك من حملة العرش، مفيش ذرة في الكون الا وهي بتخشى الله. عايزين نبقى زي الكون، عايزين نخشى الله، عايزين نخشاك كأننا نراه. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، كأننا نراك يا رب، كأننا نراك يا رب. خشية الملك الجليل سبحانه وتعالى. الجبل بيخشى الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو سورة ياسين، لو سورة المؤمنون نزلت على الجبل يدك. طب لما بتنزل على قلبك. النبي كان القرآن يمشي على الارض، انت صورة تمشي على الارض، انت آية تمشي على الارض. الحجر يا جماعة، وان من الحجارة لما يهبط من خشية الله. يا جماعة عايزين مرة قلوبنا الحجارة اللي فيها دي تهبط من خشية الله. عايزين نحس بربنا. يا شباب، يا جماعة، لقد اوشك رصيدكم على النفاس. اوشك رجب وشعبان على النفاس. خلاص رمضان لسه على ايام، خدوا بالكم يا جماعة. اوشك عمركم على النفاس، الحقوا اعملوا اي طاعة ليل نهار لله. لقد اوشك رصيد الايمان في قلوبنا على النفاس. خلاص قلوبنا بقت بشرطة وقاعدة تصفر الوقت. خلاص قلوبنا الوقت الايمان اللي فيها بينفذ. عايزين نجدد الايمان، عايزين نجدد شحنة الايمان في قلوبنا. النهارده كنت في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة للشيخ مصطفى العدوي، ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب، ويبارك في علمائنا جميعا. كان بيشرح سبعة يظلهم الله بظله. انا قاعد اسمع، انا قاعد اسمع والله يا جماعة. الواحد كان يتجدد يا جماعة، الواحد كان يحصل له حاجة. الشيخ يقول رجل قلبه معلق بالمساجد. انا قلبي متعلق بالمساجد، انا قلبي خلاص ما عادش قادر يسيب بيت ربنا. مش انا يا رب، مش انا. ورجلان تحب في الله. انا قلبي عاد طاهر، ما عدتش بعمل اي مخلوق غير لوجه الله. مش انا يا رب، مش انا يا رب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هو انا خلاص من كتر طهارة قلبي وحبي لله وخوفي من الله وخشيتي من الله بقيت لما اقعد لوحدي دموعي بتسيل؟ مش انا يا رب، مش انا.
ورجل تصدق صدقة بيمينه فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه، يعني بيطلع من جيبه من غير ما يدرى هو طلع ايه، بيعبد ربنا بلا حساب. انا لسه بعبد رب، انا بعبد ربنا بلا حساب. لا مش انا يا رب، مش انا، صفر من سبعة. الواحد طلع من خطبة الجمعة هيتجنن يا جماعة، صفر من سبعة يا أمة محمد. كم واحد فينا صفر من سبعة في الحديث ده؟ أمال هنعمل إيه يوم القيامة؟ أمال هنروح فين يوم القيامة؟ ربنا لما وصف قلب الصحابي في القرآن اللي هي القلوب اللي المفروض نبقى عليها، قال وأما من جاءك يسعى جاي جاري وهو يخشى، خايف أحسن ينتكس، خايف أحسن العزيمة اللي في قلبه تفطر، خايف أحسن ما يوصلش، خايف أحسن ربنا ما يتقبلوش، خايف أحسن ربنا ما يرضاش عنه، خايف أحسن الدنيا تفتنه ويروح، خايف على المشاعر اللي في قلبه أحسن تروح، خايف من ألف حاجة وحاجة. هو دي قلوب الصالحين يا جماعة، هي دي قلوب المؤمنين. لقد أوشك رصيدكم على النفاذ. عايزين نوصل لربنا قبل رمضان، قبل ما الرصيد بتاعنا ندخل رمضان مش هطبين، لا ده احنا عايزين ندخل رمضان الشحنة، قمة الشحنة، عشان ننطلق في رمضان. مش عايزين عمرنا يروح مننا، مش عايزين شوية الإيمان اللي في قلوبنا يضوع مننا، مش عايزين يا جماعة رجب وشعبان يضوع مننا. خلاص لسه أيام في رجب وخلاص والموضوع هينتهي، وهندخل في شعبان والعد التنازلي خلاص هنبقى أقرب ما نكون من الامتحان الأعظم في حياتنا والنقلة السنوية العظمى في حياة أمة محمد، رمضان. انا عايز اوصيكم قبل ما اسيبكم، انا اوصيكم بيها يا جماعه، انا اوصيكم ان الليله في برنامج عمل ورانا، من اول ما الحلقه هتقفل في برنامج عمل ورانا. برنامج العمل بتاعنا ايه؟ يا دوبك باذن الله سبحانه وتعالى يا اخوانا، اول حاجه ركعتين توبه من كل الذنوب. احنا عايزين نقف نرتعش من ايديه بقى، عايزين نقف نرتجف من ايديه، ركعتين توبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا، اللي هو حضرتك وحضرتك، وانت يا والدي وانت يا والدتي، وانت يا حبيبتي يا صغيره، وانت يا حبيبي يا اموره اللي في اعدادي، اللي هو احنا يا جماعه، احنا البني ادمين. ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضا فيسبغ الوضوء، تتوضا وضوء محترم كده اول ما الحلقه تخلص، ثم يقوم فيصلي ركعتين يستغفر الله فيهما الا غفر الله له. ركعتين توبه دي البدايه، ده البرنامج بتاعنا الليله، ده البدايه. وبعد كده هنعمل ايه؟ سوره المؤمنون يا جماعه، سورة المؤمنين اللي بفتح الوقت لقيتها في وشي اهي، وسورة المؤمنين انا جاي من ساعتها وانا عايز اوصيكم بالسورة دي. ايش معنى سورة المؤمنون مع خشية الله؟ السورة دي كل الفاظ الخوف اتذكرت فيها، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع، ان الذين هم من خشية ربهم الخشية، مشفقون، الاشفاق، والذين يؤتون ما اتى وقلوبهم وجلة، التقوى، قل رب اغفر وارحم، كل الالفاظ بتاعت الخوف والتقوى والاشفاق والخشوع والخشية والخوف، كل ده مذكور فيها. يعني السورة دي اكتر سورة في القرآن ذكر فيها الالفاظ ديت. ايوه، غير كده السورة دي اكتر سورة ذكر فيها مراحل الاخرة كلها، العرض على الله، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجلة، مرعوب من العرض على الله. قال له طيب والصراط، وان الذين لا يؤمنون بالاخرة، وان الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون. طيب والقبر، ها ها، ايوه، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. طب والموازين، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. طب والنار، تلفح وجوههم النار. قال له ايه يا رب ده؟ ده كل الاخره مجموعه في سوره المؤمنون، وكل الفاظ الخوف والخشيه في سوره المؤمنون. ليه؟ لان اكتر صفه للمؤمن انه يخاف من ربنا، واكتر حاجه تخليك تطبق كل توصيات سوره المؤمنون انك تخاف من ربنا. عايزك تصلي الليله بقى، بس عايزك تكون بتصلي الليله لازم تبكي، لازم تبكي. ليه؟ عشان تقدم الثمن بقى، ثمن الدمعه اللي هتنزل من دمع عينك الليله، ثمنها غالي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. عارفين ثمنها ايه؟ لعينان لا تمسهما النار، عين بقت من خشية الله. يا نهار ابيض يا جماعة، ده في اثر من اثار بني اسرائيل. انا عايزك تبكي، لازم تبكي، لازم تبكي الليلة في سورة المؤمنون باذن الله سبحانه وتعالى، لازم ان شاء الله، او في ركعتين التوبة اللي قبلها، لازم. ده يعني في اثر من اثار بني اسرائيل، ان عبد اقتيد الى النار، ربنا حكم عليه بالنار، فهتفت شعرة من جفنه الاسفل، يا رب انه بكى يوما من خشيتك، فسالت دمعة علي وأنا أشهد له عندك يا رب، فنجاه الله من النار. يعني يا جماعة دي كانت مش دمعة، ده كانت حاجة بسيطة لدرجة أنها مست شعرة واحدة بس، ولكن نجته من النار، سبحان الملك الجليل. عشان كده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلجي النار عبد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرة. يعني أنا لو بكيت النهاردة أخد كل ده، وكمان سبعة يظلهم الله بظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني لو بكيت النهاردة وانت بتقوم الليل، يا بختك عند ربنا، صك غفران رباني
بكلام ربنا بكلام الملك سبحانه وتعالى. يبقى ركعتين التوبة وبعد كده سورة المؤمنون واحنا بنرتعش وعايز تكمل بقى الحزب بقى هات سورة النزاعات. ليه؟ هتعرف هتلاقي لفظ الخشية والتقوى والوجف والخوف. ايه ده سورة النزاعات كمان؟ بس جرب بس بقى انت كملت الحزب. سورة المؤمنون 118 آية ب 118 درجة في الجنة. سورة المؤمنون حوالي لما جيت احسبها حوالي نص مليون حسنة، نص مليون حسنة. طيب والفقرة الثالثة في البرنامج بتاعنا الليلة يا رب نرفع ايدينا بقى نقول يا رب يا رب اطلب من ربنا اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيك، اقسم لي من خشيتك. يعني الخشية دي رزق مش بايدك، بتطلب. النبي كان كل اخر مجلس في معظم مجالس حياته كان بيدعي بالدعاء ده، اللهم اقسم لي من خشيتك، لان الخشية دي عطاء عظيم محتاج ان احنا نطلبه ليل نهار من ربنا سبحانه وتعالى. حكي شوف شوف انا لما بقول يا رب برفع ايدي ازاي؟ ليه؟ اصل واثق ان ربنا هيملى لي ايدي كلها. طب بترفع ايدك في نفس اللحظه ليه؟ لان ربنا هينزل العطاء في نفس اللحظه. نقول يا رب ونملى حياتنا الليله بكلمه يا رب، ركعتين التوبه، سوره المؤمنون، يا رب يا رب يا رب، ونوتر ونبشر بليله من الليالي الجميله اللي بتوطد الصله بين قلوبنا وبين الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الفردوس الأعلى هي دارنا، واجعل الفردوس الأعلى هي دارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا النهاردة مع التاوى الثاني في الرشدة الربانية في شعار منايا وصلك دواء خشية الله. إن شاء الله معدنا الجمعة الجاية مع الدواء الثالث في رحلة الوصول إلى الله قبل رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. انطلقوا إلى الله يلا يا جماعة، اوصلوا الليل بالنهار في طاعة الله يلا يا جماعة، أروا الله من أنفسكم خيرا يلا يا جماعة، استتروا بكل شيء من النار يلا يا جماعة، يلا يا جماعة ما أكرم الخلق على الله إنهم أطاعوا أمره. يلا يا إخوانا، يلا رجالة، يلا يا أخوات، انطلقوا إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.